بالنسبه لمقام هاي الاغنيه معرفتوش من دون مساعده اللي دارس الموضوع اخوي. سالته هلا كل النغمات ناتشورال اوكي يعني طبيعيه ما عدا السول بيمول يعني فلات. بيقول لي اذا اعتبرتي السول بيمول فا دييز اوكي يا انه ماخدينها عجم من سول او كورد من سي. بدي اقول انه هاي الغنيه تعتبر انها من صنفين. الصنف الاول انها ماشي سويديه لكن ميديفال بالاد. شو يعني ميديفال بالاد بالانجليزي؟ اللي هو بالعربي شعر غنائي من العصور الوسطى، وكمان بيعتبروه انه بالانجليزي فولك يعني فولكلور او تراث بالعربي. اذا بدكم الكلمات بالانجليزي اسفل الفيديو. بالنسبه للكلمات بالعربي القصه يعني باختصار اوكي هلا ماونتن ترول يعني غوله جبليه. هاي الغوله الجبليه كلمه استعاره ميتافور عن الديمن اوكي شيطاني او روح نجس اوكي. طلعت لمين؟ لرجل بشري ماشي الحال وقالت له تتزوجني بجيب لك هدايا. هو رفض وقال لها انه انت من ابليس وانت مش امراه مسيحيه بهالمعنى هذا. بعدين كانت تحاول معه في جمل انه حاولت كمان اكثر لكن يأست وبعدين هربت منه رجعت لمكان سكناها. لكن انا ما بعرف اذا هي كانت تحت لعنه في القصه وحولتها لغوله هي ما كانت شغوله. بتي دائن مرغوني ننسولان أوبران إنن فقلانا قريا ديخونا باريا ترولت فريادة الفقير النرسبن هن هادئن فالسكالي قرتونا.
يكون انفالس ورايندست يا